احنا النهارده بنقدم حلقه تاريخيه، بس انا هضم صوتي للاستاذ عبد الله السعيد واقول لك ايه، ان الدوله طالما خدت قرار، ما هو ده على فكره احنا جايين نقول كده النهارده يا سيدي الفاضل، شركه تذكرتي المحترمه على دماغنا، وهنيجي للافريقيه دلوقتي. الدوله قد اتخذت قرار باعاده الجماهير يا استاذ احمد، يا استاذ احمد بشكل كامل، لابد ان تواكب هذا القرار. سيرفرات بقى، تقنيه، ده انا هديك دلوقتي مفاجاه في 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 موضوع تذكرتي ده لا تخطر على قلب حد. بص يا فندم اسمع دي، لان دي مناشده من كل من جماهير كتير جدا. الموسم اللي فات بعض الجماهير خدت عقوبات، اللي هي حرمان مباراتين في ماتش مش عارف الاسماعيلي ومين والاهلي ومين، مش كده؟ مش كده قرارات الرابطه. طب خد المفاجاه دي، ولا واحد اتمنع ماتشين ثلاثه قدر يرجع تاني. طب ما ده ايجابي الى الان. لا يا فندم انت مطلع عقوبه، انت قصدك تلتزم بالمده، يا في انت مديله عقوبه مرتين ياخدهم ليه 20، ما رجعش 20 ايه، ما رجعش، ما رجعش، كان اتعمل بلوك، لا نسيته لا انا عايز اقول ايه بقى، وده مع الغمري قال لك نسيته، وده مش كده بقى، انا بقول لك بقى عن طريق، انا قلت لك النهارده هقول لك كل حاجه، حلقه لكل حاجه. ده بنقول ايه، لا يوجد وسيله طعن. على فكره هذا الكلام انا اتكلمت فيه مع مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، انا بقول لك على هوا. لازم تتدخل في النقطه دي، انت سايب جماهيرك. انا ما بتكلمش على المحظور امنيا، قصه ثانيه، مش دعوه، الدوله ليها احترامها والقانون ليه احترامه، لكن واحد النهارده راح ماتش، عقوبه رابطه، عقوبه رابطه، خد ماتشين، خد ماتشين مثلا و100 الف غرامه على النادي، الى الان ما رجعش. مش بس ما رجعش، ده مش عارف يكلم مين، خد بالك انا بكلمك على رسائل بالالاف. يا استاذ محمد انا النهارده رحت ماتش الاهلي وكذا والزمالك وكذا، وخدت عقوبه شغب مبارتين تعظيم سلام، بعد المباراتين اخش معمول لي بلوك. طب اطعن ازاي؟ انا بنسي شركه تذكرتي من هذا البرنامج، يكون في وسيله طعن. على فكره من حقك، قد اكون انا راجل عامل مشاكل مش عايز تدخلني الملعب، هترجع تاني لعبد القادر سعيد، سيرفرات وقاعده بيانات وناس شغاله تستقبل الطول. لازم يكون في وسيله فعلا، لازم يكون في وسيله ان انا اتظلم وتتلائم مع الازدحام والاعداد الرهيبه. اتظلم، انا فندم اسف، انا بعتذر، انا ما كنتش موجود، انا ما كنتش اقصد، او عقوبتي انتهت وارجعت، انتهت عايز ارجع. المعلومه اللي عندي ان شركه تذكرتي بتكبر وبتعمل اعاده صياغه، الموسم القادم سيكون مختلف تماما يا استاذ محمد. اللي بعده عشان نخش في الـ 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 النقطه الثانيه عندنا في هذا الاطار، هي مساله بقى ايه، ادارات الانديه وقانون الرياضه. اخر سطر في بيان سياده الوزير، لان ده موضوع مهم جدا. سيادة الوزير لما طلع بيان وقال ان الجماهير ترجع، قال في الاخر ايه؟ قال في الاخر مع تطبيق احكام قانون الرياضه. احنا عندنا مشكله يا استاذ عبد الناصر في رجوع الجماهير في ايه؟ مفيش اولا توعيه، انت قلت شركه تذكرتي وقلت بعديها الافريقيه، كويس، اللي هي مساله تامين بقى الملعب داخليا وخارجيا والنظام. على فكره احنا منطلق كلامنا النهارده يا استاذ احمد استاذ الافاضل، احنا عايزين نساعد الدوله، لا جايين ننتقد حد من اجل النقد. احنا بنقول ايه؟ الشركه الافريقيه ما كانش في اعداد، دلوقتي هيبقى في اعداد كاسحه اولها بكره، مستعده بقوه، لابد ان نتعامل بقوه، لازم توعيه. انا بناشد، ما احنا عاملين حلقه عشان الناس تساعد الافريقيه وتساعدنا، مش كده ولا ايه؟ لان لو حصل حرمان تاني مش هنرجع مدرج تاني، مش كده ولا ايه؟ عندنا النهارده اعلام نادي الزمالك وقناته، واعلام نادي الاهلي وقناته، تقدر تقول لي النهارده هو النهارده شغال على بكره ايه الممنوع وايه المرفوض؟ لا ما عملش، وايه المقبول وايه اللي كان يجب ان يكون في سهره زي كده. ده اول مره الاستاد يمتلئ للزمالك بعد 13 سنه غياب، وبناء على قرار دوله، وعايزين كلنا يطلع شكلنا كويس ونساعد الدوله كلنا قدام العالم كله. فبنقول ايه؟ بنقول ان الشركه الافريقيه هي كمان، وهيئه استاد القاهره المحترمه وليد عبد الوهاب بيكلمني قبل الهوا، له كل الاحترام والتقدير، قال لك احنا طوارئ من 3 ايام المباراه اللي فاتت، واحنا بنتكلم في هذا الامر واتكلمت على السوشيال ميديا، لقيته منزل بيان، لا عشان ندي كل، لقيته منزل بيان لو تتذكروا بيقول ايه الممنوع وايه المقبول. الناس ما عندهاش، يعني احنا عندنا شويه في موضوع الوعي، ايه اللي داخل وايه اللي خارج الادوات، ويمكن غامري متصل بهذا الامر، علاقته بالشباب في السوشيال ميديا هو استاذ عبد القادر، يقول لك مشاكل كتير جدا يا استاذ محمد، الادوات، الاعلام، الطبل، ما جرمه الاتحاد الدولي مجرم في كل الملعب. مفيش، بص يا فندم مش هنتناقش في حاجه ممنوعه، برافو عليك، احنا مش جايين نقول الكلام ده، لكن هنتناقش في ايه؟ ايه اللي يدخل؟ ايه اللي يدخل؟ بالظبط. يعني انا النهارده مثلا عندي ادوات، مش بس ايه اللي يدخل، كيف يدخل؟ خد بالك بقى، احنا بنتكلم جمهور الاهلي في ملعب اول بارك منعت ادواته،
وتدخل الموسيقار التركي الشيخ وطلع المنع من منظمين اللي احنا بنتكلم منع ادواتيهما مش اهلي الزمالك. لا الزمالك دخلت والاهلي ما دخلتش. لا ما انا كنت في الملعب. في حاجات سوا. لا 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 الزمالك كان في قبل شغاله ما احنا في الملعب. ايوه في حاجات قبل كانت شغاله. أيوة في حاجات الاهلي لا قبل ولا غير قبل يا سيدي الفاضل. في حاجات تم الاستجابه ليها. ايوه الموسيقار التركي وضح قال ما هو ممنوع من الاتحاد الدولي ما دخلش. تمام. لكن الدفوف اللي وافع عليها دخلت الزمالك وما دخلتش يا سيدي الفاضل الا متاخر. يا سيدي الفاضل الشناوي كان معايا. خد المفاجاه دي ونزل اربع مرات لكن يدخل القبل. خد المفاجاه دي ماتش الاهلي والزمالك نهائي افريقيا للطايره سيدات في ملعب الاهلي ادوات الزمالك موجوده وادوات الاهلي ما دخلتش وحصلت مشكله كبيره. خلي بالك احنا بنتكلم مع او ضد احنا عايزين نوضح المعايير. الله ينور عليك. كويس. الاهلي والزمالك وتدخل الاستاذ خالد مرتجي وموجود واتحلت المشكله ودخل عشان تتسحب ادوات الزمالك عشان يبقى بص يا فندم ده اسمه ايه؟ عشوائيه. احنا عايزين نضبط بقى بالظبط. عايزين نقول ايه؟ وما نشوفش الوان. لا لا مفيش الوان. احنا عايزين نقول ايه؟ ادواتك عايز تدخلها يبقى واحد اثنين ثلاثه يبقى في اداره. انا بقول غيرها مفيش دخول. انا بقول ايه بقى؟ عايزين نرجع تاني النقطه دي. بص احنا ماسكين نقطه نقطه وهنتكلم فيها. نرجع تاني نقول ايه؟ ادارات الانديه ليها دور في هذا الامر. على فكره نادي الزمالك بيعمل كده دلوقتي. نتكلم بوضوح. والاهلي ما بيعملش. ما بيعملش كده. نادي الزمالك بيعمل كده دلوقتي في ايه؟ بياخد في ماتش غانا تفتكر؟ اللي هو اللي قبل النهائي ده. يعني انت دلوقتي عايز تقول لي ان الهتاف اللي هتفه جمهور الاهلي قبل البلديه كان يقصد ده؟ كان. اللي هو يا حسن حمدي قول للخطيب لجمهور الاهلي حسن حمدي. انا بقول لحضرتك اهو. اللي هو فعلا الزمالك. الفتره دي أيوة. شايفين ان بس هي ليها سبب. هي ليها سبب. جمهور مجلس اداره الاهلي الزمالك بدا من شويه في هذا الامر انه ياخد الادوات والادوات راحت النادي. انا بقول لك ادي معلومه وجت على الهواء ان الادوات دخلت نادي الزمالك وسافرت مع الفريق في الطياره. كويس. انا على فكره ده الصح مش بلوم. بس انا مش عايز اروح للمشهد ده. عايز اقول ايه؟ انا عايز ارجع شويه بعيد عن ده. مش عايز اقول مين يروح ومين يودي الاستاذ عبد الناصر يودي. خلي بالك ما هو التواصل مع الجماهير والروابط شيء محمود. ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان سياده الوزير انا برجع للبيان المحترم تاني كل مره ارجع له. لان انا سعيد جدا بالقرار ده لانه مدروس فعلا. تمام. قال لك ايه؟ قال لك مع تطبيق قانون الرياضه. ليه بقى؟ قانون الرياضه فيه ايه؟ فيه بيمنح ادارات الانديه الحق في انشاء روابط وادارتها. فاحنا عايزين نقول ايه؟ احنا مش عايزين نروح الحته دي. نقول ايه؟ عايزين حد جهه ما الشركه الافريقيه استاد القاهره يقول للناس اللي رايحه بكره وبعده الصبح بيقولوا بس الضوء الاعلام يلقي الضوء. الاعلام بقى يلقي الضوء هو. تمام. ده ايه المسموح وايه غير المسموح الممنوع والادوات بتخش في العالم كله ايه هي؟ ايه هي؟ وش ممكن تدخل بيها؟ طيب